تكتل سياسي للحراك الشعبي العراقي لخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة يضم ناشطين من محافظات المثنى وذيقار وبابل والديوانية، وأثار الإعلان عنه تساؤلات حول ما إن كان ممثلا لكل الحراك الشعبي العراقي، وما إن كان يعني انتهاء التظاهرات والاحتجاجات. المثنى البطلة لنعلن عن ولادة حركة سياسية. امتداد تكتل سياسي جديد أعلن ناشطون في الحراك الشعبي العراقي تشكيله لخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في يونيو المقبل. زعيم التكتل علاء الركابي الناشط في احتجاجات ذيقار أكد أن امتداد يمثل حركة الاحتجاجات المعروفة باسم ثورة تشرين. أما اختيار تأسيس الحركة في مدينة السماوة فكان خوفا من احتمال تعرض مؤسسها إلى هجمات من قبل أحزاب سياسية متنفذة في الناصرية. الحركة تقول إنها تهدف لمواجهة فساد النظام الحالي، وأنها ستنتهج المعارضة في حال عدم حصولها على الأغلبية في الانتخابات. أي حركة وطنية معارضة للأحزاب السياسية الفاسدة التي لم تنتج لأكثر من 17 عاماً إلا الفوضى والفساد والمحاصصة وغياب العدالة الاجتماعية. الحراك الشعبي الذي بدأ في أكتوبر عام 2019 ما زال مستمراً وإن على نحو محدود، ونجح في الإطاحة بحكومة عادل عبد المهدي، لكن يبقى السؤال قائماً بشأن مدى شعبية الحركة الجديدة وإمكانات نجاحها في مواجهة أحزاب متنفذة احتكرت السلطة منذ سقوط النظام السابق. انضم إلينا من محافظة الديوانية في العراق محمد الخزعلي الناشط المدني والعضو في تكتل امتداد السياسي. مرحباً بك سيد محمد. من الذي أعطى الامتداد حق تمثيل الحراك؟ السلام عليكم، تحية طيبة لجنابك ولجميع الإخوة المشاهدين. انطلاقا من سؤالك، سؤالك يحمل عدة جنبات. أولا أنه امتداد هي لا تمثل الحراك الشعبي بالكامل، وهذا ما وضعته امتداد في بيانها التأسيسي، إنها هي إنما هي أحد روافد الحراك الشعبي في العراق، وإنما وهي أيضا هي أساس لتكتل من مجموعة من الناشطين كما ذكرت جنابكم الكريم لتكوين أو لانطلاق شرارة الأولى للحركة السياسية المعارضة في العراق، وهي رافد أساسي ورافد واحد من روافد تشرين المتعددة وليس تمثيل لكل تشرين. ما يوصف في العراق بثورة تشرين قامت للثورة على النظام السياسي، فهل أنتم كرافد من روافد هذه الثورة تثورون على النظام السياسي بتشكيل سياسي؟ الثورة لها تعريفات وجوانب متعددة، منها الثورة السياسية، ومنها الثورات في الشارع، ومنها الثورات في داخل الأبنية السياسية والأروقة التي تتداول فيها السلطة. بعد أن مضي مدة ليست بالقليلة وهي تجاوزت السنة وأربعة أشهر للحراك الشعبي في الشوارع، ارتاء الأخوة مجموعة من الأخوة في امتداد أن يكون هناك حراك سياسي وهو لتنظيم الصفوف والتقدم في إيصال هذا الصوت، صوت الحراك الشعبي من الشارع العراقي إلى داخل قبة البرلمان، وكذلك العمل على هذا الأساس لكي يحارب الفساد من خلال إطار سلطوي، إطار أساسي يكون هو الأساس وأيضا يكون هو الفاعل الوحيد في الشعب. محمد الخزعلي من الديوانية الناشط المدني والعضو في تكتل امتداد السياسي، شكرا لك. انضم إلينا من بغداد بشير الحجيمي الناشط المدني، ومن أربيل محمد الربيعي الناشط المدني والممثل عن تجمع تشرين موعد الثائرين. مرحبا بكما. هل أصبح الحراك الآن متنازعا سيد محمد الربيعي؟ من بداية الحراك الشعبي اللي هو موجود بكل ساحات التظاهر عندنا بالعراق، احنا كنا نقول لكل النخب التشرينية انه وجود كيان سياسي وحركات سياسية هو حق مشروع للنخب، وهذا واضح عند الجميع. اولا
نبارك وندعو بالتوفيق لأخوتنا في امتداد، ونسأل الله أن يكون لهم عونا لمواجهة الأحزاب السياسية، وأن يكونوا معارضة شديدة للأحزاب السياسية اللي موجودة بالسلطة من 2003 لليوم. لكن نحن كجزء من تشرين، باعتبار هم جزء من تشرين وكنا نمثل أجزاء تشرين، أكبر من أنه تنحصر بكيان سياسي، بحراك سياسي، بشخص، بتجمع. تشرين ثورة شعب، خليط مجتمعي كبير، آراء كبيرة، وبالأخص مجتمع معقد وصعب مثل الشعب العراقي، ما ممكن يكون إلى خلينا نقول مركزية ثابتة، بس مستحيل هذا الموضوع. فهو بالتالي أكو مبادئ لتشرين واضحة، وأكو مطالب لتشرين واضحة، هي تمثل تشرين وقادتها شهداؤها كرموز روحية للتظاهر ولشباب التظاهر. سيد بشير، هل هذه بداية انتهاء ثورة تشرين؟ احتجاجاتها ستنقسم إلى عدة كتل وتجمعات وتنظيمات سياسية؟ مساء الخير عليك وعلى الجمهور والضيف العزيز. نحن نرى أن ثورة تشرين ثورة باقية، وليس بالضرورة تحكم بزمن معين ولا حتى بأي تكتل معين، وتشرين أكبر من أن تمثل بأي حركة سياسية أو حتى تجمع غير سياسي. الحقيقة نحن نعتقد من وجهة نظرنا ولنا حراكاتنا أن التسرع في الاجتهاد بالذهاب نحو تشكيل الحزب السياسي هو اجتهاد خاطئ، قد يؤثر سلبا على عموم الحركة التشرينية بالعراق. لماذا؟ لأسباب عديدة. هذه الحراكات السياسية شئنا أم أبينا ستعطي الشرعية، وإن ادعت المعارضة، لمجموع الطبقة السياسية التي قامت أصلا ضدها ثورة تشرين العظيمة، لا سيما وأن ضيفك الأول تطرق إلى قبة البرلمان أي الذهاب إلى الانتخابات. نحن نرى في باقي الحراكات كان يتوجب عليهم وما داموا هم أبناء ساحات ونشطاء الالتفاف حول باقي الحراكات لتنظيم الجهد الثوري بعيدا عن إعطاء الشرعية من خلال تشكيل كيان سياسي يشارك الطبقة السياسية في عملها. هذا من جانب. من جانب آخر، أن موضوع الانتخابات موضوع فريد فقط في القطر العراقي، كونه لم يستوفي إلا كلمة الانتخابات، أما باقي الشروط في القتل والمال السائب والمال السياسي وعدم الشفافية وعدم المراقبة الأممية لم تتحقق. سيد بشير، دعني أسأل سيد محمد هنا، هل نعم هل سنشهد تيارات قادمة تستغل فرصة الانتخابات أو غيرها تريد أن تمثل ثورة تشرين؟ وهل كان خطأ ثورة تشرين أنها لم تكن ذات قيادة، لذلك الآن يدعي، يعني كل يدعي وصلا بليلة كما يقال؟ بصراحة أنا شخصيا أشوف أنه ضرب من الجنون ادعاء قيادة تشرين. ذكرت قبل قليل تشرين ثورة شعب، فما ممكن تتمثل قيادتها بشخص معين أو بتجمع معين. اللي موجودين بكل الكيانات والحركات السياسية اليوم موجودين أخوتنا وأصدقائنا وأحبابنا وشاركونا وجودنا بالساحات، وإلهم وما نشكك نهائيا لا بوطنيتهم ولا بدوافعهم ولا بأهدافهم، بس ممكن نكون مختلفين بالآراء، مختلفين بجزئيات معينة. لذلك نحن ندعو لهم بالتوفيق، لكن نحن لسنا جزء، لأن احنا نعتبر أنه احنا بصراحة احنا مواطنين طلعنا ب1/10/2019 حتى نقول يا با أكو غلط هذا غلط وأكو صح هذا صح. نشوف كمواطن هذا دوري، أنه من أشوف سلطة حاكمة جارت وظلمت وسلبت وفساد أكلنا وسلاح منفلت تارس الشوارع، واجبنا كمواطنين كشعب عراقي كشباب ثائر طلعنا ورفضنا وجود هاي الحكومات وأطحنا بحكومة عادل عبد المهدي. وتشرين مستمرة بكل روافدها اليوم موجودة بالشارع العراقي، والانتفاضة ممكن تعود بأي لحظة في حان وقت انه حاجه لعودتها عوده حقيقيه وقويه بالشوارع، هي موجوده. لذلك مثل ما قال الضيف الاول بالبدايه، امتداد وباقي الكيانات والحركات السياسيه هي ممكن تمثل رافد، يمثل مجموعه من النشطاء والشباب والباحثين والمحللين اللي كانوا جزء من تشرين، وهذا يمثل تطلعاتهم ورؤيتهم.
حريتهم. تبقى شغلة مهمة اليوم كل احنا خلينا نباوع عليها. احنا كنا ندري اللي المعارض والراضي والقابل واللي مسوي كيان سياسي واللي ما مسوي كيان سياسي، اللي يسولف بالمعارضه من خارج البرلمان واللي يسولف بالمعارضه من داخل البرلمان، كل احنا متفقين على انه الوضع الحالي اكو مال سياسي منفلت ومبعثر بيد الكيانات السياسيه والاحزاب الحاكمه، اكو سلاح منفلت تارس الشوارع وممكن ياذينا ويضرنا ويخلي حياتنا كلنا بخطر، وهذا موجود اذا كان على شكل اشتراك بالعمليه السياسيه او احتجاج بالشوارع، احنا واجهناها ما شاء الله بالاثنين وهذا واضح. المهم شلون انه راح اشترك بانتخابات مبكره بظل هاي الظروف، هي اكو بيئه صالحه للانتخاب، انتخابات من بدايه اطلاق البطاقه الانتخابيه، البارحه تصريحات تقول اكو 2 مليون بطاقه انتخابيه مسروقه. طيب انتخابات مسروقه من البارحه. طيب. حتى مو من اليوم، من البارحه. طيب. شلون راح تكون، شلون انا كمواطن، العفو، انا كمواطن اليوم انا واجبي انتخبك على سبيل المثال، انا اليوم راح ادور المستقل النظيف النزيه حتى انتخبك. كيفيه الثقه في هذا الانتخاب؟ دعني اسال سيد بشير لان الوقت يضايقنا سيد محمد. سيد بشير، بهذا المعنى حتى الكاظمي نفسه قد يقول انا احد ممثلي او احد تجليات ثوره تشرين. هل باعتقادك الان طويت صفحة الاحتجاجات المطلبية في الشارع وباتت هذه الاحتجاجات تتشكل في أطوار أخرى من بينها امتداد وأطوار أخرى غير امتداد ربما تحملها الأيام القادمة؟ يا سيدي، أولا الإعلام باتجاه أن الكاظمي تشريني هذه كذبة كبرى. كل ما بالموضوع، الكاظمي تمكن من تلقف 2 أو 3 من كانوا للأسف معنا لكي يسوق نفسه كتشريني. أين هو من تشرين؟ ازدادت آلة الموت وازداد الشعب جوعا وفقرا وقمعا وتسويفا، وجاءت الورقة البيضاء لتزيدنا فقرا وحرمانا. كل شيء يضيع ويسحق في زمن الكاظمي، فأين هو أصلا من تشرين؟ وتعقيبا على ما ذكره الضيف، ما هي الضمانات؟ أريد أن أسأل الكيانات السياسية الجديدة، ما هي الضمانات لكم كي تتحدثوا عن الانتخابات المبكرة؟ ويوم أمس مثل ما قال ضيفي كشف عن 2 مليون بطاقة بايومترية مزورة. الآن في بغداد 3 مواقع معروفة بالشام الحسينية، الشعب تفتر باللغة الدارجة، كيانات سياسية ذات سطوة وجاه وسلاح، وتثقف لتقول ضمن تلك الدوائر لا يسمح لأي منكم أن يرشح نفسه ما لم يخدم منطقتنا، ومنطقتهم تقع تحت النفوذ لتلك الطبقة السياسية. نحن نرى أن الأخوان لو لم يتسرعوا بهذا القرار والتفوا مع باقي الكيانات، ولم لا، هم أبطال وأبناء ساحات، ولكنهم باجتهادهم هذا للأسف وعذرا للقول قسموا ظهر الثورة من جديد. هذه حقيقة. الآن الثورة أمام خيارين، لأن واحدة من الخيارات كانت لدينا قد تكون الممانعة وليس المقاطعة. ماذا سيفعل؟ ثم لماذا لم يأخذ الشرعية على الأقل من 50% من عوائل الشهداء الذين لم يكشف عن قتل أبنائهم بعد؟ هذه الشرعية لمن يريد أن يمثل جهة من جهات الثورة على الأقل. سأعود إليك سيد بشير. سيد محمد سريعا، هل يبحث البعض من داخل ثورة تشرين عن ثمارها؟ العفو، يا ريت تعيد السؤال. هل يبحث بعض من كانوا في ثورة تشرين عن قطف ثمارها، عن جني النتيجة الآن باختصار لو سمحت؟ بكل ثورات العالم اكو وجود للمتسلقين واللي يحاولون مثلا ياخذون على قولتك قطف ثمار تشرين، بس التشرينيين موجودين، شباب تشريني الحقيقيين، اولاد الشباب اللي كانوا بالمطعم التركي وجسر الزيتون وغيرهم. هل تحاول كتلة امتداد؟ موجودين، بس امتداد لا بكل وضوح امتداد قالوا نحن نمثل جزء او رافد من تشرين، ما يمثلون تشرين بشكل كامل وهذا واضح عندهم. تمام، مثل ما شباب وصلت الفكره. دعني اسمع قالوا سيد بشير، نحن نمثل جزء بس ما ان وصلت الفكره. دعني اسال سيد بشير لانه لم يجبني عن سؤالي، هل سنشهد عوده للاحتجاجات الى الشارع في 20 ثانيه؟ بالتاكيد، ما دام الشعب يزداد تضورا وجوعا وسحقا، وسبق وأن قلتها ستنفجر تشرين من جديد
وستكون هي الثورة المستمرة. كل الثورات بالعالم أشكرك. حينما نجحت كالثورة البلشيفكية لم تحتاج أصلا إلى تنظيم سياسي، كانت تحتاج إلى توحيدها وثورة الشعب. أشكرك من بغداد بشير نعم. الحجيمي الناشط المدني، ومن أربيل محمد الربيع الناشط المدني والممثل عن تجمع تشرين موعد الثائرين، شكرا جزيلا لكم معنا.